استاذ محمد، الوعي الكبير للجمعيه العموميه حضرتك بتفسره بايه؟ هو انا يعني استكمالا طبعا الكلام اللي قاله الاستاذ سامي او اللي حضرتك اتكلمت فيه، الفرق من 1400 لغايه 20 و25 ألف او 37 ألف حضور. اعتقد ان الكابتن الخطيب اخر مره خد 20 ألف وكسر، والمهندس محمود خد 13 ألف وكسر. طبعا ده الاختلاف العصري تماما، وللاعلام والثوره الاعلاميه الكبيره جدا والضخمه جدا. لك ان تتخيل ان احنا يعني زمان ممكن ناس كتير جدا ما كانتش تسمع عن انتخابات النادي الاهلي. انا يمكن اقول لك انا بنتي عندها 9 سنين بتكلمنا عن انتخابات الاهلي، بتروح النادي وتكلم على المرشحين وحاجات كده، فتشوف في اهتمام وتركيز شديد جدا بشكل غير عادي، سواء على الفضائيات او المواقع الالكترونيه او مواقع التواصل الاجتماعي، كل السوشيال بكل جبروته وتوحشه كله بيتكلم على الانتخابات، فده اللي بيزود اهتمام الناس واللي بيدفعهم انه يروحوا النادي الاهلي. ما يميز الجمعيه العموميه للنادي الاهلي استكمال لما قاله الاستاذنا الاستاذ سامي انها بتنتهي ثاني يوم، انا في حاجتين. اولا ان اعضاء النادي الاهلي لما النادي الاهلي بيحتاجهم ياتون من كل فج عميق، وياتون لنصره النادي الاهلي والوقوف جنب النادي الاهلي واختيار من يرونه هو الاصلح لهذه المرحله. ايمن شوقي رجع من امريكا، يعني الانتخابات اللي فاتت جاي من امريكا مخصوص، وفي ناس جت من دبي وناس جت من السعوديه ومن قطر، كل اعضاء النادي اللي مسافرين حرصوا ان هم ياتونا من كل بلدان الارض علشان يدعموا النادي الاهلي، حتى لو عارف انه صوته، لكن مجرد انه يجي انا جاي واشارك على احساس بالمسؤوليه. هو ده المسؤوليه اللي انا حاملها. الحاجه الثانيه ان المال ليس هو الفيصل في انتخابات النادي الاهلي، وليس له تاثيرا كبيرا على اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي مهما كان حجم هذا المال. هم يختارون من هو اصلح لهذا المكان، ومن هو اصلح للنادي من ساعه ما بدا النادي الاهلي، للكابتن صالح سليم، للكابتن حسن حمدي، للمهندس محمود طاهر، وصولا للكابتن محمود الخطيب، دايما يختارون اللي بيروه الافضل للمرحله الموجوده دون تاثر بمال. لذلك حتى اللي بيدخلوا انتخابات الاهلي حتى لو كان البعض قليل لجا لهذا، لكنها تجربه ثبت فشلها ولم يجربها اخرون في الظاهر حتى، يعني لان عارفين ان دي بتاتي بمردود سلبي. يعني بالنسبه لعمليه التوعيه اعتقد ان بقت كبيره جدا، بقت منتشره جدا، يعني احنا بنشوف الفضائيات دلوقتي كل الفضائيات بتتكلم عن انتخابات النادي الاهلي وتستضيف المرشحين في انتخابات النادي الاهلي، ده بيعمل وعي كبير جدا وراي عام. الانتخابات كمان انتخابات لم تعد تهم النادي الاهلي فقط، بل باتت انتخابات راي عام، وبات الاخرون حتى غير المهتمين بالشان الاهلاوي مهتمين بانتخابات النادي الاهلي ويرونها كيف تسير ومن صاحب الفرص الاكبر، وناس كتير جدا تتكلم في مين المرشح وهل الانتخابات قويه والقوائم والمنافسين والمتنافسين. كل ده الاعلام، الثوره الاعلاميه الكبيره جدا اللي بقت موجوده دلوقتي هي اللي فرضت الاهتمام النادي الاهلي. فوق هذا شعبيه النادي الاهلي وقيمته هي اللي بتفرض الاهتمام باي حاجه موجوده جوه النادي الاهلي، وتخليها كبيره جدا 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 كانها انتخابات موجوده في كل انحاء مصر.